بشكل ديفان ياسين سرو ان اليوم مباركة صعيبة مع النادي التغاليين، واخا تعادل ماشي نهاية البطولة اليوم، باقي ان شاء الله باقي شي 12 بارد عندنا ان شاء الله، ونحاولوا نحققوا فيهم شي نتائج ايجابية اللي غتخلينا ماشي في مطاردة ديال الوزان واتحاد شاون. واليوم التعادل هذا صراحة مخيب الامل، ولكن ماشي غنزلوا يدانا، الحمد لله باقي بطولة طويلة وباقي هذه بداية ان شاء الله. كنتمنى من الدراري نعملوا يد في يد ونمشيو في الطريق اللي خصنا ونحققوا اي حاجة اللي مسطرين هذا العام، هذا وهو الصعود. كنتمنى من الدراري الخدمة والشهاد في التدريب وكونسنتراسيون مزيان، ان شاء الله يكون خير والله يوفق الجميع. وكنشكر الطاقم التقني عبد الواحد بورجي حسن جميع اللاعبين، ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. تحيه طنجي سبورت ونسي اسكو.